انت شوف شوف فرنسي جارحي تعرف ان الحموسي سيشرف على تأمين اولمبياد باريس 2024 هالسبوع هالأسود Olympique de 2024, la France est obligée d'aller chercher des fonctionnaires marocains pour lui apprendre à comment maintenir la sécurité à Paris. Et franchement, تستنجد بالمغرب تستنجد السبوع الرجال الرجال مازال ما درتيش ابوني واش كتسنى دير معنا ابون زير معنا الصوت يلا السلام عليكم كيف حالكم اخواني الكرام اليوم الاخوان غادي نشوفوا فرنسا تستعين بالأستاذ والكبير والرجل المناسب في المكان المناسب تستعين بالحموشي تستعين بالحموشي لتأمين أولمبياد 2024 ها انتم شتي المغاربة اللي خدامين دينها في خدمتهم غاديين للخدمة غاديين للقدام شوف الطموح ديالنا شكون هو أننا نمشيو للعالمية أننا نخدموا نوصلوا بلادنا للمراكز اللي كاع الدول اللي كيعتبروا رسوم انهم متقدمه كيتشهاو انهم يكونوا بحال المغرب في الامن والامان ديالو بزاف ديال الحوايج داكشي شكون ما يمكنش تقارنونا هذوك اللي منهوك لا حياه لمن تنادي اخوان قبل ما نبداو بغيت نوصل لكم واحد الميساج حاول دائما ترضي راسك اولا لان الا حاولتي انك ترضي الناس ولا دير الراي للناس عمرك ما غادي تلقى راسك انك مرتاح علاش دابا حنا كنديروا لي فيديو على الكراغله متفقين كنديروا لي فيديو على الكراغله وكذا نض واحد فيها كيقول لك لا خصك تنوع لنا خصك تهضر على حديث الساعه تهضرنا على داكشي اللي كيوقع وكذا ما فيها بس البارح هضرنا عاود على حديث الساعه دنيا باطمه وحساب حمزه موبيبي وهذا 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 خرجوا عاود وحدين عاود قالوا لك لا رجعنا اش بغينا نديروا بهذا طيحتيني وهضرتي لنا على الدنيا باطمه ولد الشينوي وكذا طيحتي واش هذا الشيء دابا باش دير لا دول لا دول شوف حاول ترضي داكشي اللي كتشوف انت مرتاح فيه ديرو واللي بغى يتفرج مرحبا به اللي ما بغاش راه ملايين القنوات على يوتيوب هذه من جهه من جهه ثانيه نبداو لي فيديو اش من جهه ثانيه ولا ثالثه على بركه الله نشوفوا لي فيديو اللي تصفطوا لنا اولا عاد ندوزو ديال الامن والامان سيبوزون هاد المروك هذا دوله فقيره مقبله مشتا سمعش كيقولوا علينا الكراغله سمع فيكم اصحاب خاوه خاوه سمع سيبوزون هاد المروك هذا دوله فقيره مقبله مشتا فقيره مقبله موسخه فقيره حنا ما كنشدوش طوابير على الحليب والسميد ما كنبقاوش من 6 الصباح كنتسناو الدور ديالنا باش نهزو نسيطرو حليب الحليب موجود عندنا في الدكاكين وفي فين ما مشيتي تشريه يعني كينوض المغربي الا بغى يفطر بالحليب يمشي يجيب الحليب من الحانوت يفطر به بغى يفطر بها تيعمر حتى يبغى يفطر بالفرماج يمشي يجيب الفرماج كلشي موفر نجيو للثانيه موسخين معفونين شكون اللي موسخ ومعفون واش اللي كيتقطع عليه الماء اللي ما عندوش الماء باش يغسل ولا اللي الماء موجود تبارك الله وبالخدمه ديال المغاربه وديال المغرب عطيو التيشيرت عطيو التيشيرت عندو منا فهمت عاودوا نفهموا اش كان سيبوزون هذا المروك هذا دوله فقيره مقبله مشتا عطيو التيشيرت نيشان عطيو التيشيرت عندو منا كنت تقدروا على المغرب وكنتو فريمون قوه ضاربه 50 عام نتوما كتخسروا الملايا صورتم المغرب شي حاجه حتى لعبه وصورتم المغرب شي حاجه دوي معايا سبها وها وها مي مي كذا الناليك تاعكم كذا هضر معايا نورمال كان لو بيلون ديال الجيري هضر معايا بالبيلون هضر معايا بالحصيله نيشان قال لك تقول المغرب خايبه المغرب موسخه معفونه كذا فقيره يعطوها التسع اعطونا التسع الكراغله وشوف راه كطلع معاك رغولي كتناقش معاه انت كتعطيه ادله وحجج ان الدوله ديالهم راه في الحضيض هو ما كيلقى ما يقول لك ما كيلقى فين يشدك لا مطبعين لك شي حاجه كاع لها علاقه ماذا ربحت الجزائر من هذا الصراع هذه ملاحقه المغرب في جميع المحافل الدوليه ماذا جنت كاسكا غاكوتي لالجيري اون ارسلون لو ماروك بارتو ا ترافير لو مون Qu'est-ce qu'elle a raconté à l'Algérie? Quand est-ce qu'elle va raconter quelque chose? Elle ne va rien raconter. L'Algérie est au fond du gouffre. Pourquoi? L'obstination à faire tomber la monarchie. L'ombre du Maroc, le Maroc. Si. Nishan. Désolé, vidéo. إلى ولاية سطيف وكما ورد في العناوين رفعت امرأة فرنسية من أصول جزائرية
شكوى لطرد 20,000 ساكن بحي في مدينة العلمة. فرنسية جرت على 20,000 واحد فيكم باش تعرفوا راه عشرة بعقل، عشرة بعقل والتنيف وفين الكرامة، فين ديك النيف، ما النيف، جاية من فرنسا، جزائرية من أصول، يا فرنسية من أصول جزائرية، جرت على 20,000 واحد، مدينة يا صاحبي، فرنسية واحدة جرت على مدينة فيكم بولاية سطيف بحجة أن الأرض ملك لوالدها وتم بيعها بطرق ملتوية. تفاصيل أكثر في تقرير لمراسلنا سمير محرش. يلا اسمع. فرنسية من أصل جزائري تهدد بطرد قرابة 20,000 ساكن بحي شعبي بالعلمة. 20,000 واحد مدينة. بحجة أن البنايات المشيدة بهذه المنطقة ملك لوالدها وتم بيعها بطرق فوضوية. يلا. La cité Soumaïa est connue, je pense, de tous les. حقرهم فرنسا والله. حقرهم اللي جاوا يضحك عليهم. Les Algériens et notamment les gens de l'Alma. Elle démarre de Smara et forme un triangle par la route allant à la cité Djemila. كتبوا لي هذيك المدينة وخليو الناس ساكنين، هي الكرا غير. Le centre commercial ou la cité commerciale Dubaï fait partie de ces parcelles de terre ayant appartenu à mon grand-père. Toutes ces parcelles ont été vendues Orfi. Les personnes reconnaissent n'avoir pas d'acte. Mon grand-père étant décédé en 62, cela fait plus de 55 ans que des personnes se sont accaparées ces terres, en ont eu l'usufruit, les ont exploitées au détriment des véritables héritiers. شو استقبلوا عطوها الميكرو ودوزوها في هذا باش عارف راه ما قادرينش على فرنسا، ما يقدروش على فرنسا، كيترعدوا بالفرنسا راه هي اللي كتسيروا. الداعية تقول بأن الأراضي التي تقدر مساحتها الإجمالية بحوالي 400 هكتار تم بيعها بطرق ملتوية وبتواطؤ العديد من الجهات. Tous les documents rédigés par des notaires publiés à la conservation foncière sont des documents entachés de faux puisqu'ils font apparaître des ventes et des acquisitions au nom de défunts. قالوا دابا راه مولاها راه مات، راه ما كاينينش ولاد ولا ولاد ولا وكيبنيو الكراغله كيبنيو. هذا الاشكال نقلناه الى رئيس بلديه العلمة الجديد الذي يقول بالنسبه للبنايات الفوضويه الموجوده بمدينه العلمة واللي تبنات في وقت ما بسبب ظروف ما الكل يعرفها اثناء العشرية السوداء وما تلا ذلك، نعتبرهم سكان مدينة العلمة وعندهم حقوقهم كأي ساكن، وهذه البنايات راهي تحصيل راهي موجودة وما نقدروش دوك باش واحد يقول لك نريبولهم ولا لك، لأنها راهي موجودة الناس ساكنة بانية منذ سنوات. القضية تبدو مستحيلة. الله تقول لكم فرنسا ريبو تجريوا على الناس الزنقة، وريني انتوما اللي كترعدوا من فرنسا، فرنسا هي أمنا، هي اللي رباتنا، هكا كانوا كيقولوا. لكن هذه المرأة التي جاءت خصيصا من فرنسا رفعت شكوى إلى العدالة الجزائرية وهي عازمة على استرجاع الأرض مهما كلفها الثمن، وتبقى القضية للمتابعة. حلفت تترميكم الزنقة يا الكراغلة، غير صبروا دوزوا الفيديو آخر. الدوزيت ولا يتباع بالبطاقه تاع الناخب، سبحان الله يا خويا والله غاشوف بلاد نيكيا. ها معكم الشيخ فضل الشيخ. الجزائر الجديده قوة الضريبه، الناخب نعطيو لكم قوة الضريبه. شوف ولاو كيبيعوا بيدو الزيت بطاقه الناخب. الجزائر الجديده سبحان الله. ها قال لكم اخويا المعرفة المجاعة وسط الجزائر. هذا الشيخ راح يدو زيت طوابير ومداو فيه البطاقة هذه، راح جابها من الدار فضيحة. يدو زيت تبهديلة. تبهديلة تبهديلة. قوة الضريبة سبحان الله. خليكم آخر كلمة ليه تقولوا له خويا كثر خير بلادنا. كاين زيت كثر خير. وفرحان دابا لان شد الزيت، لان الطوابير مش حال هذه، واش شد الطابور تلقاه من 6 الصباح وهو فايق، واش شد الطابور باش يقول للناس دابا هاني. لا حول ولا قوة الا بالله. ندوزو لفيديو اخر. بالنسبة لهذيك فين وصلنا هنا الاخوان؟ بالنسبة لهذيك التركي اللي اغتصب في سكيكدا نفس
التركي ماشي الاتراك. الاتراك زعما بنتكم غير بنتكم غير الاختصاب راه برضايتهم دايرين تير برضايتهم انا قلت انا قلتها ونعاودها. اغلبيه تاع نساء الجزائر الاغلبيه مع احترامنا للاقليه اغلبيه فيهم اغلبيه خوتي هذه يعني ما على بالك تسمعي هذه على بالك تسمعي وراكي تقولي عنده الحق مانيش واثق من نفسي زعما يا زعما تقول يا هذا واثق بزاف من نفسه لا لا في هذه في هذه النقطه راني واثق من نفسي ياك. اغلبيه تاع النساء يفضلوا الاتراك. واش انا قلت شي حاجه ما قلتيش حاجه انتوما اللي كتقول يعني مسلم بها كما يقول وهذه اي وحده هكا عليها 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 وليتو كراغله الزريعه ديال كدا ولت الاتراك وهذا فرنسا خالد كيخرج لنا كراغله حلم حياتها هذه حلم حياتها خلاص هذه تقول لك تركيا رانا شفناها فيهم نشوفوا في لحقت لحقت يعني وين يديروا فيديوهات مخله ومخزيه وتبقى وصمه عارف جابين اللي دارت هذيك الفيديوهات نيشان. لا حياة لمن تنادي الإخوان فين وصلنا وصلنا هذا ايه نديروا لهذا هكا دوزوا الفيديو آخر ها انت شوف شوف فرنسي جارحي تعرف أن الحموسي سيشرف على تأمين أولمبياد باريس 2024 هذا السبوع هالأسود 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 فرنسا كتستنجد هاجي وعاونونا باش نأمنوا هذا الشيء الأمن والأمان باش معروفة المغرب باش معروفة الأمن والأمان ديالها والرجال ديالها والسبوعة يأمنوا أي تظاهرة عالمية كيف ما بغاتوا تكون علاش ما استنجدوش بالكراغلة الكراغلة قاع ما حضور يوصل اسمع 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 شوف 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 aux olympiques de 2024 la France est obligée d'aller chercher des fonctionnaires marocains pour lui apprendre à comment maintenir la sécurité à Paris et franchement انت تستنجد بالمغرب تستنجد السبوع الرجال الرجال هذا راه ما تسرطت ليش هاد الفرنسي شوف حنا فرنسا هي كتستنجد بينا وانتوما كتستنجدوا بفرنسا يا الكراغله كتستنجدوا بفرنسا اجي فرنسا اش نديروا هنا اجي فرنسا عاونينا في هذه حنا كتجي كتقول المغرب كنتمنى منكم واستسمح وسمحوا لي على كاع اللي داز بغينا باش تامنوا لنا التظاهره راه انتوما معروفين بالامن والامان ديالكم اكوان اون اي روندو ان فرانس لا فرانس سي سبيس دو باي انكرويابل دو 20 سيك اي اوجوردي اوبليجي دو دوموندي دو ليد او ماروكان لو باترون ماروكان دي رانسيغمون عبدلاتيف حموشي لو باترون السبوع عندنا السبوع السبوع واش بحالكم اللي عندكم الكراغلة عندكم غير الضبع الضبع على خوه عندنا احنا السبوع الاخوان وصلنا لاخيرة الفيديو تحياتي لكم ديما مغرب ولا عزاء للكراغلة السلام عليكم.